Ramadan is a time of change, and change has never been so vital for Gaza's most vulnerable. As the economy here remains at a standstill, more and more people have been plunged deeper into poverty. For those struggling with ill health, life is twice as hard. فروحت له وقال للدكتور بدنا نسحب لك مية من بطنك. فخفت أنا يعني أول قلت كيف أسحب بس من كتر الوجع خليتهم يسحبوا لي سحبوا لي 4 لتر مية وحطوا لي كمان يعني شوية برضو سحبت. قال لي وهلقيت كمان بدنا نغسلك عشان المية تنزل عن صدري. This is the story of Hekmet, a woman struggling with debilitating illness and barely able to make ends meet. For Hekmet, life often feels like there is very little to look forward to. فشبكوا للإبر كان الحكيم محمد الطناني أول ما شبك لله هو فشبك لي من إيدي غسلت على 3 أيام ساعتين فصار تغسل السبت والثلاثة والخميس يوم السبت كنت أروح الفترة الرابعة الساعة 1 في الليل وهالكلاب تجري ورايا أنا وأختي وإحنا متوكلين على الله في كل إشي لأنه في أنا كتير قرآن نسيته بتذكرهوش شليت عند الذاكرة ضعفت عند السمع قل في علاجات أنا كتير بطلت أشتريها بقدرش أنا دم بوصل 5 مرار باخد أكمون وفي إبرتين بنتهم لي والله منفطر الصبح أنا والبنت Hekmet's story is not unique. Disease and poverty go hand in hand in Gaza. And yet, it doesn't have to stay this way. Ramadan inspires us all to make change, not only for ourselves, but for those that truly need it. لأنه كل مريض كله محتاج لو كان وزير. يعني لما يحط له 50 شيكل في الأسبوع مواصلات من وين هدول؟ بقول يا أخي والله في رمضان الناس الحلاوة والناس بتروح والله ما بروح ولا باجي حتى من هنا ما فيش يعني حد قليل من هالحبايب في القسم بفقدوني بورقة والله كل إشي ناقص علي والله العرس أكلتنا مثلا كانوا وزعوا نتفت جبنة نتفت والله الجبنة ما بتخش إلا في رمضان وإبصة بنجيبها هالفيتا وخلص والله عشان أولع النار والله آه والله كانت هاد آه والله وكنت لقط منها حب الزيتون آه خلي قصوها وهني بولع منها يا في المطبخ شفتها كنا نجيب من هالقسم أكم كرتونة إشي قلنا نبرك لو في هالأسعافات فيش والله ما في This Ramadan, you can be the change that could transform the lives of people like Hekmet. By donating to Human Appeal, you could help provide nutritious food, buy a family an olive tree that will bear fruit for years to come, support our water desalination program, and even save the sight of a person at risk of going blind. Hekmet and many like her need your help to survive. So please, donate today at humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.